ان شاء الله بهاليومين انا حننتقل على البيت، حنشوف لك الثياب اللي بدك اياه هون وهولي لك. ناس تستعجل اكثر مني يا بيي. هولي لك عم حكيم حلاه اكل وشرب وروحه الله ريح كل البشر ولا كل البشر سلم. تاخذهم مني تخبيهم هولي لك. شو كل مره بتدل شو تخبيهم قبل ما حدا يشوفهم تخبيهم هولي لك. ومن بعد الفيديو طلب منا الختيار انه نخلي المصاري معنا كرمال هو قاعد بمنطقه مش كتير امنه عبال ما نلاقي له البيت بهاليومين ان شاء الله. ومن بعد ما شافوك عالم وحبوك بعثوا لك هالمليون ليره لك. يمكن يسمع الناس اكثر مني والله. هولي مليون لك. بركي الناس ما تسمع اكثر مني. هولي لك. خذهم مني. يمكن ناس او عائله او هول بعثوا له مليون خصوصي لك. يمكن في ايتام ولا دنيا بس هولي هولي بدي اياهم هولي لك بعثوا لي خصوصي لك اجوا باسمك. بركي في عيال او ايتام كمان عم نساعدك غير عالم بس هولي خصوصي اجوا لاسمك. حبيب قلبي يا عم باي. هذا العبر شو بدي احكي؟ يا عيني يا معطر هيدي للكرة الأرضية بدون استثناء أي لغات العالم هيدي هون كلكم هون جزاكم الله كل خير ماما تكون بخدكم ماما تكونوا كلكم لا صغير ولا كبير الشكر لله والحمد لله اللي صاير لي ما صاير لي انسان بالبشر كله بحمده وبشكره يا رب. يمكن في ايتام ولا دنيا كيفك؟ عجبوك الاغراض؟ كتر خيركم اول شيء انا بحبكم كلكم جزاكم الله كل خير المعامله اللي عم تعملون اياها الشباب اللي انتم مكلفينهم او مطوعين نفسهم العمل الخير جزاكم الله كل خير وشكرا لكم واللي انت بتكلفوه من برا لي وصلوا لعندي جزاكم الله كل خير كل خير يا رب حبيبي يا رب ويسعدكم